السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته دكتور. إن شاء الله. دكتور الصوت واطي، لو سمحت تعليه، مش عارف كيف، حس انه واطي يعني. طيب. كده كويس؟ نعم. طيب. احنا كنا بنتكلم احنا كنا بنتكلم في المثال ده، لما بنريتيرن الليست كلها، خاصة الظروف الحياة بتضغط الناس يا ضياء. الليست كلها بتخش القرش، مش الليست بتخش كلها كاليمنت واحد جوه الطبل، كاليمنت واحد جوه الايه؟ جوه الطبل. ولذلك لما جينا عملنا كده، جربنا، دخلنا شويه ارقام، قلنا سالب واحد كده ضرب معانا فين؟ قال لي وانا بعمل سم وزائد وبتاع، دي مش قادر اعملها، استعمل مع انت بس، دي ليست مش انت. ولما جينا بصينا على الطابل، لما جينا نطبعها، لقينا الطابل ايه الايتم اللي فيها؟ شايفين؟ هو ايتم واحد بس مشكلته هو داخل كايتم واحد. الليست داخله كايتم واحد، ودي المشكله. ودي الايه؟ المشكله بتاعتها. ف الفانكشن اللي احنا عاملينها دي، اللي هي كانت بتعمل سم، كانت بتعدي على كل الايتمز اللي ايه؟ اللي مبعوتة لها. ماشي بقى؟ ركزوا معايا في الحته دي عشان عايز اعمل فيها حركه. يعني هو في ناس مبرمجين كتير اصلا حتى محترفين بيخلقوا منها، بس انا عايز اديها لكم حتى لو استوعبتوها 40 50% يبقى اخدتوا على الاخر فين؟ ماشي؟ دكتور انا ما فهمت النقطه هاي. يعني عشان من اولها، عشان احكي لك يعني لو تعيدها عشان ما سمعتك كويس. ما فهمتش المشكله، مش هتفهم حلها طبعا. المشكلة عندي ان الليست كلها اتبعتت از وان ايتم. نعم. جوه الطابل. يعني سجلت بالاندكس زيرو، خلينا نحكي. مرة واحدة. كده. سجلت بالاندكس زيرو. خلاص؟ لما سجلت بالاندكس زيرو، جينا في الصم بنعملها. قام عامل ايه؟ قال لك اعمل شيء. ان او ان نمز. فالان او شالت الايه؟ شالت الليستة كاملة. نعم. شالت الليستة كاملة. فلما شالت الليست كاملة، ايه اللي حصل؟ اللي حصل لما شالت الليست كاملة؟ جت تعمل سم انه بتساوي ما عملش زايد مع رقم على لستة، انا مش عارف. طلع ايه؟ فالمفترض ان احنا نقول ايه؟ عايز اقول اف، بص عايز اعمل احتمال اف ان الان او ده ليها تايب ولا مالهاش تايب. التايب بتاع الان او ده لو كان is integer list list لو كان list، لا معلش هتعمل لي هنا ايه؟ شغل تاني. list submission، هتعمل لي حاجه بتعمل list submission else. خلاص ما عنديش مشكله. انس يبقى رقم عادي انا هشتغل. طبعا انا المفروض اقول بقى ايز ان هي ليست، او ايز ان هي طابل، او ايز ان هي ديكشنري، او لكن انا بتكلم على ليست على اساس كل الارقام اللي جايه ليست يعني. تمام؟ ماشي؟ معايا في الحته دي ولا مش معايا؟ انا مش عايز دلوقتي اخش اقول نعم واضح. اقول بقى واضح دكتور. هي طابل انس هي الفكره واحده. بس انا ايه عايز اقول ان هي لو ليست تعمل عمليه معينه، لو هي رقم يعمل عمليه ثانيه مختلفه. نعم. لو هي ليست معناها ان الايتم ده ليه اليمنتس داخليه، عايز اشرح عليه. يعني الان او ده دلوقتي ليست، مش قيمه مباشره، وطالما هو ليست يبقى انا عايز اعمل عليه ايه؟ لوب يجمع. محتاج اعمل عليه ايه؟ لوب يجمع، وبعد ما يجمع يحطهم جوه الصم ان او ده على بعض.
بعد ما يجمع خالص يحطهم كلهم كقيمه بقى مجمعه. يعني بالاخر عايز اعمل كده، بصوا معايا ويا ريت بقى حد يكون لماح، لان الحته دي انا هعملها عاديه هتشرح تفهموها. الاول خلينا في العاديه، ان انا عادي جدا هقوم عامل ايه؟ هعمل حاجه اسمها سام ليست بتساوي زيرو، تمام؟ بعد كده معايا الفور اكس ان ال ان او، لان ال ان او دلوقتي لسته صح؟ لسته. وكل مره اقول له سام ليست ده بيساوي اكس اكس، لان اكس هشيل اول رقم في الليست، اللفه الجايه يبقى ثاني رقم في الليست، مره جمع جوه السام ليست. وبعد ما يجمع جوه السام ليست اللي يحصل بره اللوب في الاخر تقول ان السام ان هو زائد بتساوي السام ليست دي كلها. السام ليست ده بالنسبه لي هو الرقم اللي عمال يتجمع 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 في الليست، الليست اللي هي ايتم واحد اصلا، جمعها 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 وبعد كده حط الرقم جوه السام ان هو بس المجموع. لو في ارقام تانية عاديه ياخدها في لسته يعملها ايه؟ يضطر يعملها داخليه وهكذا، لان الصم في هي كلها ايتم، بس هو ايتم عباره عن مجموعه من الايتمز. فهمت ولا ايه؟ والله يا دكتور فهمت بجد؟ بقى الناس اللي معانا تمام يا دكتور كمل. تمام تمام عشان نعلم قدرات شويه. طب انا لو دوست كنترول اس ودوست اف 5 ورجعت اعيد نفس الفكره، قلت له 15 16 17 18 20 32 جت معايا سالب واحد وطلعت، قال لي طيب السم ليست زائد بيساوي اكس، قال لي هي مشكلتها ان هي بس نص اس هي ايه زائد اس انت وانت وهي اس سترنج، قلت له لا دي سهله ودي ايه؟ ودي سهله، لان هاجي هنا وما له ايه؟ فلوت او انت عشان يعرف يجمعهم يعني، صح؟ صحيح. لان هي لان احنا اخذنا الليست لو تفتكروا الانبوتس كان بناخدهم كلهم من غير ما تحولهم الى الى كان بناخد انبوتس وخلاص من غير ما تحدد هم رقمي ولا هم نصي ولا هم ايه، صح؟ وبناء عليها ان انا عملت ايه؟ عملت فلوت، صح؟ نعم. عشان هو بيجمع يبقى فاهم ان ده رقم، قلت له ماشي عملت لك بس التحويله، قلت له ماشي 15 152 16 سالب واحد. اللي حصل؟ قال لي انت بعت ال 15 و 152 و 16 و 17 ايفنت واحد وتجمعوا ولا ما تجمعوش؟ جمعوا وتجمعوا، ما عندوش مشكله يقدر يجمعهم. فهمتوها ولا ما فهمتوهاش؟ بامان الحته دي هي بص هي كلها على بعضها هي الحته اللي احنا زودناها دي، بس لو كانت لسته معلش هتضطر تخش تعمل لوب داخليه لان دي لسته مش مش قيمه مباشره. طب دكتور بدي اسالك الان، يعني لما عملنا الفور جمع الاكس حطه في السم ليست مظبوط؟ طب هسه القيمه هذه صارت المجموع، طب ليش نحن حطيناها ثاني مره السم ليست ضفناها على السم نمبر؟ لان احنا الفانكشن الخارجيه اصلا بره كلها صح بتشوفش غير بتتم السم نمبر في الاخر، يعني ما سم نمبر صح صح، فانت حطيت الفايربل ثاني داخل، يعني عامله جمع حاجات داخليه بتاعت هي قيمتها صفر اصلا، هي قيمتها صفر او في الاخر تروح للاصل. نعم نعم واضح، بس هي فعليا دكتور هي هي تدخل الداتا كليست صح ولا لا؟ مظبوط، الداتا داخله لي كليست. الليست حاجه مهمه لان انا ساعات ببقى عايز اتعامل مع مجموعه حاجات مع بعض، زي ما انت طلبت قلت لي انا عايز اليوزر يدخل ارقام كتير اللي فتحت الفكره صح؟ جميل جميل واضح. لا يا شباب الناس مفهومه؟ ان محمد شعره بيقول اوكي تمام يا دكتور. اوكي ماشي. انا عايزك بقى ايه تركز في الفانكشن دي. عيش كده معاها وركز في الحته اللي احنا زودناها دي وركز في الحته اللي بره. هديكوا دقيقه كده تفكروا فيها، يعني
في حاجة محتاجة تبص عليها بصة كده دي. شيء شافه لحظه ما لاحظتش دكتور يعني ملاحظة ايش المقصود فيها مثلا السكوب مثلا؟ لا ملاحظة فعليا في تشابه كبير جدا ما بين الكود الداخلي والكود الخارجي. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا عرفت حاجه اسمها سب ليست. طب بص بره هتكون عرفت حاجه اسمها سب النوم. اه هي لسه بدي اقول لك اياها والله. السكوب يعني هاي السم نمبر لازم تحطها تحت صحيح. صح ان هو هي 4 ان هي صح. هنا كنت بعمل سم ليست زائد الرقم، هنا كنت بعمل سم النوم زائد الرقم. لو جيت بصيت قبل ما احط الاف فور ليست لو طلعت دي كده بره هتلاقي هي بس مغيرين مسميات. هي انا انتبهت لها عشان هيك بقول لك السكوب. يعني قصدي انه هذه يعني انه السم نمبر هي الاولى يعني بالضبط. يعني اسمك من الاف عشان الاف طبعا من الاخر. انت بتقول سم من هو زيرو ما هي سم ليست بتساوي زيرو صح. 4x من ان هو ما هي 4 ان هو ان نمز. نعم سم ان هو زائد ان هو هي سم ليست زائد الاكس. بس هنا عملناها فلوت كونفيرت شيخ. يعني لو عملنا هنا فلوت البرنامج مش هيقول لا على فكره. صحيح. يعني حتى لو عملت فلوت للفلوت ما فيش مشكله يعني. ما يعني هي بالظبط تطابق مباشر. هنا بس كنت بسلم من دي لدي. دي زياده كنت بسلم من السم اللي نقول بره بديها السم اللي نقول السم ليست اللي جوه. نعم. يعني زي فعليا الفكره دي هي الفكرة دي هي. طب لو الفكرة دي قابلتني داخليا تاني مشكلة. يعني ايه ده قابلتني يعني عملها انا اف اعمل كده. طب ولو قابلتني ان هي مثلا في الطابق اعمل كده. ولو قابلتني في عمال اعيد اكرر نفسي جوه نفسي اكرر نفسي جوه نفسي اكرر نفسي جوه نفسي مشكلة. هتدخلنا القصة دي في حاجة من انواع الفانكشنز التقيلة اسمها الريكيرزيف فانكشن او الريكيرجن فانكشن. فانكشن المفروض تكون نفسها تكلم نفسها تاني. يحصل حدث معين تكلم نفسها عاد مستخدمه بالجافا سكريبت كثير دكتور. طب هي بتستخدم مع حاجات اللي هي زي اغلب الامثله اللي بتشتغل في الحاجات دي اللي هي مثلا زي التري مثلا. التري عارفين التري اللي هي بتفتح مثلا زي تفتحها تلاقي جواها حاجات تفتحها تلاقي جواها حاجات تلاقي جواها حاجات. في الاخر انت عند كم حاجه بتنزل كم مستوى ترمع ممكن 3 نعم ترمع. ولذلك استحاله اقدر اعمل نفس الفور واي اف ان هي فيها تاني اعمل الفور اف اللي فيها تاني اعمل الفور اف اللي فيها تالت اعمل الفور اف اللي فيها عاشر اعمل الفور لغايه امتى الاقي نفسي في الاخر عملت مثلا 20 اف جوا بعض 20 مستوى وقلت ده اكبر مستويات تقدر توصل لها. لكن لو قدرت اكلم نفسي اقدر اوصل لمستويات غير نهائيه. تمام؟ نعم. طيب. انا رجعتها الاصلاء انا بس هستاذنكم انا لازم ارد على التليفون ده وارجع لكم تاني. السلام عليكم. بس معايا ولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. المهم الاول احنا خلصنا من المثال ده صح؟ ده كده شغال كويس وبيطلع نتائج مظبوطه كله تمام. ما عندناش فيه مشكله بيجمع. عشان بس ايه؟ كيرز الفانكشن دي تاخد مننا شكل تاني فانا مش عايز ادخلها في المثال ده عشان ما تعمل لكمش ايه؟ لخبطه عشان تفهموها ببساطه لان هي فيها حركة خطيرة شوية. تمام؟ ف مش خطيرة يعني حاجة صعبة، لا ده هي أصلاً ما فيهاش أي أكواد، هي ناتج للمخ بس. أنا هاخد مثال كده مثلاً ومسح كل اللي إحنا عاملينه ده كله. ريكيرزيف فانكشن، ريكيرزيف ريكيرجن
كلها اسماء مظبوط. اشهر مثال نفهم منه الفكره ببساطه حاجه اسمها الفاكتوريال. عارفين الفاكتوريال؟ لما كنا زمان نقول لك المضروب في اللغه العربيه تقريبا صح؟ المضروب كنا بنعمل ايه؟ كنا بنيجي نقول مثلا مضروب الخمسه بنيجي نعمل كده مثلا اعمل تليفونات لما كنا نقول مضروب الخمسه كان بيعمل كده كنا بنعمل كده كان بيساوي ايه؟ خمسه في اربعه في ثلاثه في اثنين في واحد تمام؟ قريناها ولا مش واصله؟ يعني مضروب لما اقول لك مضروب السبعه مضروب اكيد تساوي كام؟ سبعه في سته في خمسه في اربعه في ثلاثه في اثنين في واحد. دي حاجه معروفه اسمها مضروب. لو ما كنتش عارفها انت عرفتها عادي مش قضيتنا، انا قضيتنا فين؟ العمليه المكرره. العملية عم تكرر نفسها. مضروب سبعة أخدت سبعة ضربتها في اللي أصغر منها. وبعد كده أخدت الستة ضربتها في اللي أصغر منها. كده أخدت الخمسة ضربتها في اللي أصغر منها. وكده أخدت الأربعة ضربتها في اللي أصغر منها. أخدت التلاتة ضربتها في اللي أصغر منها. وبعد كده أخدت الاثنين ضربتها في اللي أصغر منها. لغاية مين؟ لغاية واحد وقفت. طبعا لو ما ضربتش في واحد مش تفرق يعني على سنة أي حاجة في واحد بنفس الرقم. أو ما ضربتش بس هي مضروب مضروب كده. بنقول كده. تمام؟ طب لو انا حبيت اعملها كفانكشن كده افكر فيها كفانكشن. هو يعمل ايه؟ هو قال لي انت قايل ايه؟ فاكتوريال ماشي؟ المضروب. فتحت قوس المفروض ده هياخد ايه؟ مني؟ هياخد رقم اللي هو الرقم انت عايز تعمله مضروب السبعه او الخمسه او غيره او غيره. معايا يا شباب؟ طيب عايز بس تبقى ايه في دماغكم؟ انا عايز اعمل ايه؟ المضروب هو ان انا اعمل ريتيرن ال ان او اللي احنا عملناها دي مضروبه في ايه؟ في ان او ناقص واحد. لا تابعوني قوي في الحته عشان عايز اطمن ان انتوا واصلاك. كمل حضرتك كمل. طيب لغاية هنا كده هيجيب لي دول ويقف أو هيجيب لي دول ويقف. صح؟ يعني هيجيب لي الرقم اللي أنا جايبه والأصغر منه بس مش هيكمل بقى. يعني أنا عايزك دي تكرر نفسها. يعني أنت لما أخدت خمسة ضربتها في السبعة في الأربعة أدي خمسة الرقم أنا بعته لك خمسة يبقى خمسة تضربها في خمسة ناقص واحد بأربعة يعني ضربت خمسة في أربعة. عايز بقى اخد الاربعه دي الاربعه دي ذات نفسها تاني تبقى اربعه ضرب اربعه ناقص واحد بثلاثه. واقوم واخد الثلاثه دي صح؟ تبقى ثلاثه ضرب ثلاثه ناقص واحد باثنين يبقى ثلاثه في اثنين. واقوم واخد الاثنين تبقى اثنين ضرب واقوم ايه؟ اثنين ناقص واحد بواحد تقوم واقف. اما تبقى بواحد بقى لما يجي لي فاكتوريال بواحد اقول له خلاص العمليه انتهت يعني اف ان ال ان او طلع معايا بتساوي واحد كده بالنسبه لي العمليه انتهت خالص. اقول له ريتيرن ال ان او اللي انت حسبته الرقم اللي انت حسبته خالص. إلس هتبقى شغال يعني اخر حاجه هتوقفني لما يكون ال ان او بايه؟ واحد. ال ان او دي بقى كل مره بقت باربعه صح؟ يعني مثلا لو بعت خمسه يبقى خمسه في اربعه صح؟ بس انا عايز الاربعه دي تعيد نفسها تاني يعني هعمل كده. خدوا بالكم الاربعه دي اللي هي خمسه ضرب اربعه وانت قايل لي روح هي اربعه للفاكتوريال تاني فيخش باربعه فتبقى اربعه في اربعه ناقص واحد بثلاثه والثلاثه ذات نفسها تخش في الفاكتوريال تاني فتبقى ثلاثه يبقى ثلاثه ضرب ها؟ 3 ناقص 1 ب 2 والاثنين ذات نفسها تخش فاكتوريال تاني فتبقى 2 تخش يبقى 2 ضرب ها؟ 2 ناقص 1 فتبقى ب 1 فالفاكتوريال تبقى ب 1 تروح هنا
خلاص واحد واحد بواحد على طول وانتهى يبقى واحد. لكن غير الواحد عمال يضرب والصغير ياخده في الفاكتوريال تاني. مش واحد لا يبقى لسه الصغير ده عايز يضرب فاكتوريال تاني. لسه مش واحد يبقى الصغير ده عايز يضرب فاكتوريال لغايه لما يوصل واحد. اول ما يوصل واحد خلاص. فايه اللي حصل؟ الفانكشن دي بتكون نفسها. بتكلم نفسها بتكلم نفسها يعني لان فكرتها عماله تتعاد في نفسها. فكرتها عماله تتعاد في نفسها تتعاد في نفسها تتعاد في نفسها. وصلت ولا ما وصلتش؟ وصلت. وصلت بجد؟ اه والله. تمام. ماشي. يعني عديت. يعني انا ممكن اقول لليوزر مثلا اقول له طبعا ما ينفعش فاكتوريال زيرو ولا فاكتوريال زيرو ما ينفعش. مش بواحد مش كامل ما هتعمل مشكله. لكن انا هعدي ده واقول له مثلا النم واقول لليوزر انبوت الفلوت مثلا انتر نمبر جيت فاكتوريال تمام وخلاص. كل اللي انا هعمله ان انا ايه هبرنت اقول الفاكتوريال يتساوي هنقل على فاكتوريال اللي هو المضروب وبعده مين؟ الرقم. فانا ممكن اقول اف. فانا ممكن اقول اف ان الرقم اكبر من الزيرو، صح؟ بس سيبك من اللي بتحكم دلوقتي مش قضية التحكم. لكن في الاخر اقول له برنت. واقول له مثلا ايه؟ ذا فاكتوريال. is أربعة ليه إيش كذا عن كل إيش إنتر نمبر تو بيت فاكتوريال تو مثلا رقم ثلاثة عشان ثلاثة سهل ثلاثة في اثنين ها بستة واحد بستة يعني المفروض تطلع بستة تلاقي الفاكتوريال بكام؟ ستة صح؟ طيب لو قلت مثلا رقم أربعة يبقى ايه؟ 3 في 4 ب 12 صح؟ هتطلع ب 24 يعني ايه؟ ب 24 تمام عشان نضربها في 2 بس 12 في 2 ب 24 ب 24 لو 5 وهكذا تمام صح. الفكره بقى بتحصل ازاي جوه؟ مش عارف هتلخبطكم ولا هثبت لكم المعلومه بس لو جينا جينا قلنا له كده قلنا له مثلا فاكتوريال ريكيرجن طبعا مش في سي في اي لغه مش فارق معايا هي دي ولا انا عايزه لا مش حلو قوي خلينا نبتدي انا طبعا بدور على رسم معينه ببالي معروف خلينا نبدا الاول وبعد كده لو سمحت ايه هي سيبك من فاكتوريال زيرو هي الفاكتوريال اهي ان فاكت ان ان ناقص واحد تمام سيبك من اور وانا معذبنا مع الصفر وعامل عم عايز يعمل حسابه للصفر احنا مش فارق معانا مش 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 هي دي قصدي من الموضوع انا قصدي اشرح الفاكتوريال نفسها بعيد عن هي صفر ولا مش صفر ماشي. اما قلنا فاكتوريال 5 ايه اللي حصل؟ اللي بيحصل كده ان اللي هيحصل الرقم اللي هي كام؟ ها؟ 5 صح؟ هيتضرب في ايه؟ ادي فاكتوريال 4 صح كده؟ نعم. وبعدين اللي هيحصل ايه؟ بعد 5 في 4 متعلقه 5 في 4 متعلقه ضرب في فاكتوريال 3 بعد 5 في 4 في 3 متعلقه ضرب فاكتوريال 2 صح؟ بعد 5 في 4 في 3 في 2 متعلقه ضرب فاكتوريال 1 فاكتوريال 1 الوحيد اللي هترجع على طول مين؟ واحد الواحد اللي هو النم لانه ممكن اقول بتساوي ان هو ممكن اكتب بيساوي 1 هي هي لان انا عارف ان هي بواحد اصلا صح؟ هي هترجع لي 1
ففي الأخيرا تطلع 5 في 4 في 3 في 2 في 1 فتتحسب مؤخرة تتحسب في الآخر خالص بالشكل ده كده هم يعني مش فاكتور الأربعة بقت 4 في كام 4 في فاكتوريال 3 فاكتوريال 3 بقت 4 في 3 فاكتوريال 2 فاكتوريال 2 بقت 2 بقت 4 في 3 في 2 في فاكتوريال 1 فاكتوريال 1 ترجع لي 1 سيبك من الصفر دلوقتي ترجع لي 1 لما ترتن 1 عملت ترتن 1 ترجع بقى تحسب لفوق ترجع لفوق بقى يبقى 1 في 1 ب 1 وتقول 2 في 1 ب 2 وبعد كده 2 في 3 ب 6 وبعد كده ايه 6 في 4 ب 24 تمشي كده لفوق تبقى حاسبه لفوق هو ده اللي بتعمله أيه. طيب ليش المشكلة صفر دكتور؟ ما هو ما يعمل ريتيرن الواحد بس تيجي النتيجة الزيرو أنا ممكن أقول إف إن الرقم بصفر أو أطلع رسالة أقول ما ينفعش بصفر وخلاص وأنا أدخلها جوه الفاكتور الأصلا من الأصل ما عشان هيك أه موجود لكن ضرب الخمسة ضرب الخمسة مضروب الخمسة قال لك خمسة في مضروب الأربعة ما عرفش يعني إيه مضروب الأربعة نزل أربعة في مضروب الرسمة دي اللي كنت عايزها أربعة في مضروب التلاتة التلاتة ما عرفش يفكها فالتلاتة في مضروب الاثنين الاثنين نعم هيك صح بعد اتنين في مضروب الواحد، الواحد جه هنا، هو ده الرسمة اللي عايزها بالظبط. فالواحد الوحيد هيرتبن واحد. فيتشال مضروب الواحد ويبقى ايه؟ يبقى واحد، أنا اتنين في واحد باتنين، فترتبن اتنين، بقت مفهومة. بقت مضروب الاثنين بقت اتنين، فتشال تحط قيمة بقت تلاتة في اتنين بستة. فكده مضروب التلاتة اتفهم، بقى ستة، لو طلع فوق بقت أربعة في تلاتة، خلاص أربعة في ستة اللي رجعت، أربعة بقت أربعة في ستة، أربعة في ستة بـ 24. اتفهمت اللي هي مضروب الاربعة بقت ب 24 يطلع فوق يبقى 5 في ال 24 5 في 24 ترجع ليه ال 120 تطلع لك النتيجه 110 هي بس غبائها في الحته دي ان هي هو ده اللي بيحصل في الميموري انا سايبها بس لينا عشان تبقى ايه تمام كده دي كانت الـ recursion function تقريبا كده احنا فضلنا بس اللي هي خلصنا الـ variable length كنا المفروض نعمل سلايد دايره كده للـ recursion اعملها لكم الاربيتاري كيوردز اخر واحده هناخدها في الارجمنت اسمها اربيتاري اسمها وحش اسمها مش بحس ان هو معبر قوي عن الفكره لكن هي فكرتها ايه للاخر يعني او بتشتغل ازاي من الاخر يعني تشتغل ان شو احنا ما كنا بنبعت هنا استرسك واحده كانت بتاخد لسته صح؟ تاخد لسته كان نوعها ايه طبل او اري نوعها طبل زي ما انت عايز تبقى تو استرسك دايما دكتور دبل دايما يعني الليست من نوع تربل كانت من نوع طبل احنا شفناها دايما يعني دايما هذا السؤال يعني يعني دايما ما في نوع ثاني مثلا ديكشنري ولا لازم احولها يعني مثلا ديكشنري بقى ديكشنري ده 2 استرسك يفهم انت تمام على طول هي بس ببساطه كده دي البساطه بتاعتها يعني فهي لما انت تعمل كده خلاص هو بقى متفاهم ان انت هتبعت بقى القيمه المركبه دي وبالتالي انت تقدر تشتغل عليها زي ما انت بقى زي ما انت عايز على سبيل اللي جاي لك دي هي في الاصل عباره عن ديكشنري فانت بتشتغل زي ما انت ايه بقى زي ما انت محتاجها لو حبينا ناخد اكزامبل للفكره دي في اخر حاجه او ان شاء الله كده احنا خلصنا الفانكشنز كفانكشنز اساسيه هناخد بقى الايه الانونيمس او اللامدا بعد كده ناخد اللامدا فانكشنز تمام اقول له ماشي لو احنا حبينا نعمل مثال رقم مين شيل بقى الكلام ده وقلنا عايزين بقى نشتغل على البتاري فانكشن البتاري ارجمنتس اسف
نقطتها عشان بس طبعا احنا ممكن مثال يبقى طويل مننا ونعمل بقى افكار كتيره، بس انا هعمل الفانكشن ببساطه يعني. اللي هي مثلا فانكشن بالبرنت برنت الديكت، برنت الديكت بس خلاص، هي الموضوع بتاع البرنت الديكت ليه كتيره، فانا عايز اعمل فانكشن ليها وخلاص تمام. اقوم بقى اعمل له نوت ايه، ادي ارج سميته ارج او اسميه زي ما ايه انا عايز اسميه ماشي، او اسميه ديكت اي حاجه. ف كل اللي عمله اعمل له صح؟ اقول له فور كي كوما الفاليو اللي هو المثال بتاعنا بتاع الطباعه العادي ده، ان الارج دوت ايتم بنعمله كتير في قسم معينه فانكشن خلاص انا بستخدمه بعد كده على طول. اقول له برنت واقوم هنا اعمله باف سمات واقول له ان الكي دي طبعا اعملها بس كده عشان تمام، واقول له تساوي احط الايه الفي وخلاص عايز هو بس القصه. فلو كان عندي ام عملنا مثلا ام نو وكنت بواحد او كنت مثلا حاجه واحدين ثلاثه والاي نيم بتاعه محمد شعراوي ماشي، ده ده الاي نيم الجوب مثلا وايد ديفلوبر مثلا خلاص. حبيت اطبعها ببساطه بقى البرنت اللي هم كانوا عاملينها اللي هي البرنت دي، انا اقول البرنت ام او الرقم دي بتاعتهم هم، اما برنت بقى بتاعتنا احنا اللي احنا عملناها برنت ديكت دي بعت له الام هوريكم شكلها دلوقتي اللي بتطبع تحت بعض. خلاص انا كنت رايح في 5 اللي حصل السلام عليكم. احنا بس هنحل المشكله دي ان احنا طبعا شابتر يعني خلاص نيجي نعملها بتطلع ايرور، هي بس غلطه عندنا ايه لما تيجي تستدعيها احنا بعتنا عملنا الديكشنري وبعتناه مره واحده، لا هو ما بتاخدش كده، هي بتاخد مثلا ايه انا اقول له كده الام اي دي بيساوي واقول له 1 2 3 كده وقوم الدي نيم يعني بس الاختلاف في الاستدعاء بس مو شعره مثلا كوما واقول له جوب الجوب يعني الكي كامل يكتبه كده كلمه مباشره موبايل ديفلوبر. لو جينا جربنا كده كنترول اس 5 خلينا بعد 1 2 3 الدي نيم محمد شعراوي الجوب موبايل ديفلوبر بالشكل ده كده نكون فهمنا فكره ال ايه الارجيتاري ايه ارجيومنتس وازاي بنستدعيها، كان ما تشتغلتش بالشكل ده. السلام عليكم.